ماله خالد؟ انا ما فهمتش اي حاجه في التليفون. رجع تعبان خالص من بره وعمال يعيط وبيرتعش، ولما حاولت اوقفه عشان افهم اي حاجه منه زقني. ده خالد عمره ما عمل كده، هو ما يقدرش يعمل كده اساسا. وبعدين يا ماما؟ مفيش بقى وبعدين، هو كده وخلاص. قفل على نفسه الباب ومش عايز يرد على اي حد ولا عايز يدخل اي حد اوضته، حتى توحه ما رضيتش يفتح لها عشان ياخد منها الاكل. طب هو عمر فين؟ ما هو عمر كمان في اوضته. طب ما يحاول يدخله، هو الوحيد اللي يقدر يدخله في الحاله دي. عمر راخر جاي من بره متنيل على عينه، ولما ابوه حاول يكلمه هب فيه زي المجنون. بعد اذنكم اخش اشوف فيه ايه. خالد شافني النهارده في الشغل وانا بحقق مع حد. طب هو ايه المشكله في كده؟ المشكله انه شافني وانا بضربه. ما حاولتش تفهمه ليه بقى؟ افهمه ايه بالظبط؟ تفهمه انه مجرم وكذاب ورافض يعترف. تفتكر ده هيقنعه؟ على فكرة يا بابا، الحاجة الوحيدة اللي مخلياكوا بعيد قوي عن خالد انكوا بتتعاملوا معاه على انه مش سليم، مش طبيعي، مع ان خالد ده هو اكتر واحد فينا بيعرف يجمع كل حاجة في وقت واحد، وهو الوحيد فينا اللي متعلم بجد. خالد بيحضر ماجستير في الأدب الإنجليزي يا بابا، يعني أنا لو قلت له الكلام ده هيرد عليا وهو بيضحك على حجتي، هيقول لي أنت مالك؟ هتاخد اللي عنده وبعد كده تحوله مع اللي المفروض يكمل معايا النيابة يعني، وهما بقى لو ناقصهم حاجة يبقوا يطلبوها منك. حضرتك حضرت لي تحقيقين قبل كده، وفي المرتين كنت بضرب فيهم. ليه يا بابا ما وقفتنيش؟ أكيد كنت حضرتك شايفني مش غلطان، لأنك أكيد لو شفت ابنك بيغلط هتوقفه، صح؟ لازمته إيه بس الكلام ده يا ابني دلوقتي؟ معلش يا بابا، أنا محتاج أقعد مع نفسي شوية، محتاج أفكر من غير ما حد يوجهني أعمل إيه. ممكن؟ ممكن يا ابني، ممكن. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. مش فاهمة بيعملوا ايه كل ده جوه. في كنت ايه يا ماما؟ فهمتي وعرفتي اي حاجه؟ وانا اعرف منين بس؟ باباكي مش عايز يفهمني اي حاجه. انت يا فريده مش عارفه اي حاجه؟ يا طنط هو قال لي انه في مشكله بينه وبين خالد، بس ما قاليش ايه هي بالظبط. لا انا مش هقعد كده، انا هدخل لعمر واحاول اعرف منه اي حاجه. أظن مستحيل تكون متوقع رد فعل من خالد غير اللي هو عمله. ده مش معناه إن هو صح وأنت غلط، لا خالص. بس خالد بيشوف الدنيا في حالة مثالية جدا، حاجة كده من عند ربنا، ما بيشوفش غير الحلو وبس، حتى الأفكار ما بيشوفش فيها غير الحلو وبس. إحنا بقى عكسه تمام، على الأرض أوي، ما بنشوفش وما بنفكرش غير في الوحش قبل الحلو كمان. لو كلمته بالطريقة دي هيفرق وما تبررلوش، عشان ما تبقاش مضطر إنك تعاقب نفسك أنت الأول. انتوا الاثنين صح، بس انت هنا وهو هناك. خالد مش هيقبل الكلام ده غير منك انت، انت اللي تعبته وانت الوحيد اللي تقدر تفهمه لحد ما يرتاح. اضرب بقى الحته دي هتعجبك قوي. انا بقيت على الاخر خالص يا امريكاني يا عم. كل يا عم، هو احنا بنتعشى كل يوم مع بعض؟
لكن قولي يا استاذ حليم انت سبت سالك كتير قوي كده ليه قبل ما تروح له؟ انا اللي فطنته، امال ايه؟ كده ولا كده؟ حتى لو سالك هر وقر مفيش حاجه هتثبت، حتى لو عرفوا مكاننا هنا انت هتنكري وانا هنكر والمحامين هيشتغلوا والليله هتطمخ وسلام عليكم وعليكم السلام. احنا بنلعب بس المهم بقى ان اعرف الواد سالك هيستحمل قد ايه عشان اعرف اديله مقامه. هو قال اي حاجه في المحضر؟ ولا اي حاجه. طب ما هو يبقى مستحمل وجامد اهو يا عم امريكاني، امال سايبه ليه بقى لغايه دلوقتي؟ انا مش سايبه، بكره الصبح هيكون فات على حجز يوم وشويه. انا رايح له بكره الساعه 12، وصلت مني اخباريه للحجز بنفس الميعاد. عملتها ازاي دي يا استاذ؟ ده بيقولوا الضابط اللي هو ماسكه مستقفل علينا كلنا هو وكل اللي حواليه. مفيش حاجه ملهاش تمن يا ام ميرفت. حلاوتك يا استاذ، حلاوتك. اضرب بقى الحته دي بقى وادعي لي. انا خلاص هتدعي لي. أنا آسف يا خالد، أنا غلطان، بقالي كتير قوي غلطان. أنا حاولت إن أنا أريح نفسي من الذنب بس مينفعش، عشان أنا نفسي مصدق إن أنا غلطان. أوعدك يا خالد إن أنا مش هعمل كده تاني أبدا مهما كان اللي قدامي مستفز. زي القمر على فكرة. انت قلبك لما يحب خالد لازم يحب احلى بنت في الدنيا، بس هي فيها كل حاجة حلوة مش شكلها بس. ما هو ده اللي انا اقصده برضه. يا عم يعني خلاص مش زعلان مني؟ لا خلاص. مكتوب في المحضر ان عربيتك اتسرقت وقت الاختطاف، ايه اقوالك يا عادل بيه؟ سعادتك انا بلغت عن سرقه العربيه بعد التاريخ ده بيومين. بعدين يا فندم المكان اللي اتسرقت فيه العربيه واللي مزبوط في المحضر ده مش صحيح. عربيتي اتسرقت في المعادي. هو حضرتك عندك أكتر من عربية؟ الحقيقة لا يا فندم، دي العربية الوحيدة اللي باسمي ودي اللي أنا قدمت بلاغ بسرقتها. البنت دي عارفة العربية بتاعتك عادل بيه؟ أكيد،
البنت دي يا فندم كانت بتيجي القسم اكتر من مره عشان تتابع موضوعها، ويمكن تكون شافتني وانا داخل القسم او خارج منه. كده الموضوع يبقى كله احتمالات يا سعاده البيه، مفيش اي دليل علينا زي ما سعادتك شايف كده. بس برضه في اجراءات هتتاخد. حضرتك تمام، خد الاجراءات اللي انت عاوزها كلها، بس ارجوك مفيش داعي لاي حجز على زمن التحقيق. ايه في ايه؟ مالك يا أيوة؟ ابدا يا ماما، انا كنت مركز شويه يعني وسرحت. انت لازم تسرح يا حبيبي. اشمعنى يعني؟ علشان اللي زيك دلوقتي في سنك ده وعايش لوحده لازم يسرح. دي سنه ربنا يا ابني، محدش يقدر يقف قدامها. بقولك ايه؟ ايه اخبار بنت عمه خالد ست مدام ايه اسمها؟ نبيله. ايوه نبيله، عامله ايه؟ بتتريق ها؟ طب قولي حاجه، انا عندي حل. امبارح اتقبض عندنا 3 بنات اداب في القسم. اعوذ بالله، وانا مالي ومال الكلام ده؟ يا ماما انا باخد رايك بس. تاخد رايي في ايه يا ولد؟ لا اصل فيهم واحده تحل من على حبل المشنقه. تحل من على حبل المشنقه ولا توديك جهنم ان شاء الله. ماما انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. بجد ايه يا واد؟ انت اتجننت؟ يا ماما البنت جامده قوي، جامده قوي. دي دخلت القسم وقفته على رجلي. بقول لك ايه، وقفت الاسم على رجل وقفته على وش، انا ماليش دعوه بالكلام. اداب اداب يا ايمن. ايوه ماما اداب، اداب انجليش، انجليزي يعني. بقول لك ايه، انت تبطل هزار في الموضوع ده خالص، كفايه قفلتك على موضوع الجواز دوت، هيبقى زعل وقهره كمان. قفل الشر عليك من القهره، ده اللي يقهرك ادفن وكانه. لا بعد الشر عليك. ايه ده وانا قال؟ لا لسه، بس شكلك باين عليك ناوي. عايزها تعرف اني خرجت. هي مين دي؟ ربا. انت مبترل ولا ايه؟ يا زميلي كلها شويه والمنطقه كلها تعرف. عليا يعني؟ لا يا زميلي، انا عايزها تعرف اني خرجت النهارده. فرقت ايه بس يا تلاعب؟ ما تخلينا يابا نريح الجته من القرف اللي كنا فيه ده، وبكره نولعها في المنطقه كلها. وحلاوتك يا تلاعب لما تلعب وتلاعبني. رايح الجتة انت يا زميلي، انا هروح لها لوحدي. مساء الخير يا باشا. يا اهلا يا عمر. اتفضل. ايه يا عمر؟ احنا هدينا على موضوع امريكاني ولا ايه؟ انا عرفت ان انتوا خلاص حددتوا مخبأه فين؟ ليه ما بتتاخدش معاه اي اجراء؟ لاني سعادتك اكتشفت انه مجرد دراع صغير، وقدرت اوصل لمجموعه مفاتيح ممكن توصلني لمستوى اعلى منه بكتير، اللي بيوردوا له، اللي بيشتغل تحتيهم 100 من عينه امريكاني. ودي مجموعه صور يا فندم فوتوغرافيه قدرت اتوصل لها. ده يا فندم وجه جديد اسمه رزا، ظهر في الملعب، واللي بياخده منه امريكاني ده فلاش ميموري. امبارح قدرنا نقبض على الولد ده. طبعا هو انكر معرفته باي حاجه ليها علاقه بنشاط امريكاني، باستثناء طبعا نشاط المخزن بتاع البضاعه الصينيه. طب وعملته معاه ايه؟ خايف يا فندم، انا حولته على النيابه. طب ما هو هيطلع من النيابه يا عمر. ما انا عارف يا فندم، عشان كده انا بفكر اخد طريق تاني خالص، بس هو متعب شويه، محتاج شويه وقت. محتاج وقت قد ايه تقريبا؟
يعني انا حاليا ما اعرفش حد ساعتك، بس ممكن في خلال 10 ايام ارد على ساعتك. خلاص يا عمر، خد الوقت اللي انت عايزه، بس ما تاخرش عليا. اكيد طبعا يا فندم. ايوه امر تاني ساعتك. شد حيلك يا عمر. ماشي يا فندم، شد على الله. تعليمات ساعتك. ماشي، اتفضل. شكرا يا باشا. أي أمر يا باشا؟ ربنا يخليك. كله تعليمات ساعتك عندك. السلام عليكم. عليكم السلام. أهو أدي الحمام. لو شلنا الحتة دي زي ما أنت بتقول يبقى كده يا وحش لازم نغير خط سير الصرف الصحي للأوضة والحمام، لأن الاتنين مربوطين ببعض والماسورة الرئيسية بتسلم الحمام من الحتة دي. كده لازم نعرف دكتور سامر، لان الموضوع ممكن يفرق معانا في الوقت مش اقل من اسبوع، وكمان في التكلفه. انت حجزت الحمامات اللي انا قلت لك عليها؟ بصراحه لا. طب كويس، خليني بقى اقول له واخد رايه، لان لو وافق على التغييره دي انا هضطر اغير حاجات في طلبيات الصحي والسيراميك. عموما لو تحب اجهزك المقاسات الجديده بالاسعار والمقاسات اللي احنا حددناها دلوقتي انا جاهز. لا 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 مش مشكله، انا هعرف لك منه دلوقتي. خلاص اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا باشمهندس. أنا يا دكتور. السلام عليكم. دكتور سامر باشمهندس علي. لا متسألك فضل أنا بقى. اتفضل. باي. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. منور. اتفضل. وجودك. اتفضلي. ميرسي. بس ما شاء الله المكان بدأت ملامحه تتغير. بدأت؟ لا المكان كله اتغير ولا إيه؟ لا لا ما شاء الله اتغير. اتغير. باشمهندسة ممكن بس حد يجيب لي حاجة من العربية اللي بره بس؟ من عينينا. بكري خير يا باشمهندس. تعالى يا ولد المفتاح يا دكتور. اتفضل يا بكري. في عربيه بره ممكن بس تجيب لي 4 شنط منها؟ بتفتح كيف؟ كيف؟ طيب اجديه بيفتح اجديه بيقفل. عربيه سودة هتلاقيها بره، يا ريت تجيب لي ال4 شنط اللي على الكنبه بره. تحت امرك يا دكتور. شكرا ربنا يخليك يا رب. كيف يعني؟ نهرج ولا ايه؟ رباه ما هو مش ممكن تكوني لسه نايمه بعد كل ده. قومي يا بت، ده انا من ساعه ما صحيت من النوم وانا بصحيكي. قومي يا رباب بطلي مرقعه. وعايزه ايه يا عمتي؟ عايزاكي تقومي. ليه؟ هتقومي ليه؟ الظهر قدن يا برنسيسة. مش نازله الشغل النهارده. مش ايه يا اختي؟ مالك يا رباب؟ وانت تعبانه يا حبيبتي؟ لا زهقانه. زهقانه يا اختي؟ زهقانة يا عمتي. زهقانة يا عمتي من ايه؟ زهقانة من ايه؟ من الخنقة. خنقة؟ والخنقة دي جاتلك منين يا حبيبتي؟ قومي يا رباه. قومي يا برنسيسة. قومي يا بنت اخويا يا حلوة. يا بنت اتخنقتي قومي. اتخنقتي على نفسك يا عمتي، على نفسك يا عمتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قلة الأدب دي؟ قومي هتشبشب اهو. قومي يا بنت يلا. يا بنت مش عايزة أذيكي. واديني قمتي يا عمتي. خلاص عايزه ايه؟ عايزك ايه؟ عايزك تقومي تفطري، جابلك اكل سخن قبل ما يبرد. يلا قومي. ايه الوليه دي؟ وليه دي؟ بصي بقى طالما مش عايزه تروحي شغلك قومي بقى، هتلاقي جرده لبره مليان غسيل منقوع بقى لي يومين عفن، قومي اشطفيه وانشريه وخلصي. وانت رايحه فين كده ان شاء الله؟ رايحه لام هانا، هدفع لها الجمعيه بتاعت انا وام ايتن، وهو فنجان قهوه كده على الماشي. يعني انت بتصحياني من النوم عشان تقولي لي اقوم اغسل الغسيل وانت لازم تشربي قهوه عند امه مش عارفه مين وامه مش عارفه مين؟ وهتنشريه يا حبيبتي وتستني جنبه لغايه ما ينشا. باي باي يا رباب. مين؟ مين اللي بيخبط؟ هو انت؟ ازيك دلوقتي يا ادهم بيه؟ الحمد لله يا سنين تمام، الحمد لله. مش كنت سبتك ترتاح شوية؟ مفيش نوم. هو بس برجع من المشوار اللي عليه شهر لسه. رجع اول امبارح وبعت لك مسج ساعتها. شفتها فعلا. هو فين طيب؟ هو جاي ورانا على طول. طب جميل. اتفضل يا سيدي.
ماشي. اخبار تحويلات البنوك ايه؟ كلها اتظبطت واتستكفت زي ما حضرتك طلبت بالظبط. طب اسلم. السلام يا دنيا. الله يسلمك. بقول الله. حياتك البقاء. طمني عليك. كله تمام يا دنيا. انا كنت عايز انزل لك مصر بس الظروف معايا. يا سيدي مش مشكلة بدنا كنت برضه مشوار مهم. امسك. سيد بركات. سيد محمد بركات. مين ده يا دنيا؟ حد كده ابويا الله يرحمه وصاني عليه قبل ما يموت. عايز اوصل له. نوصل له؟ بس المرحوم ما قالش أي حاجة تانية عنه؟ يعني بيتاجر في اللعب الصيني، أبو لعب والعيلة، كان عنده 27 سنة. إيه بس في كلامي بيضحك. لا ولا حاجة يا دهم بيه، بس الدنيا دي صغيرة قوي. اشرح لي. سيد بركات ده واحد من رجالتنا في مصر. بيوزع إيه؟ أبيض يا باشا. من قد إيه؟ يعني من حوالي 3 سنين. أمال إيه موضوع اللعب الصيني؟ كومو فلاش بيغطي على الشغل بتاعه. اه اتعاملت معاه ده؟ طبعا يا ادهم بيه، وحضرتك تعرفه كويس بس بالسيره. ازاي يعني؟ حضرتك تعرف امريكاني بتاع ابو لهب ولا لا؟ اه امريكاني. هو امريكاني هو سيد بركه؟ طبعا يا باشا. طب انا عايزك تجيبه لي هنا. يحصل يا باشا، بس عايزه امتى؟ بكره لو امتى. اوكي، بس امريكاني العلم مفتح عليه اليومين دول، واي تعاون معاه من قريب هيجيب لنا مشكلة. ليه؟ شريكته اتمسك عندها بضاعة من كام يوم، وهو مخبي شريكته وبنتها والبضاعة عنده، والعلم فتحها عليه يا باشا. طب هو أول موقفه القانوني إيه؟ لا هو الأمريكاني ما تخافش عليه، موقفه القانوني تمام. طب بس أنت بقى تعرف تعمله، اتصرف وهاتهولي. تحت أمرك يا دهنبي. عايزك تركز كل جهودك اليومين الجايين دول في إنك تجيب لي أمريكاني هنا. اعتبر يا باشا إن الموضوع ده انتهى. الحمد لله على السلامة يا سالك. الله يسلمك يا استاذ. اسيبك بقى عشان ورايا مشاوير كتير، ها؟ عايز حاجة مني؟ لا شكرا يا استاذ. خد. ايه دول؟ دول 200 جنيه المعلم بعتهم لك. تاكل شوية كده حتة لحمة على مش عارف ايه وتروق نفسك شوية. خلي بالك المعلم امريكاني بيقول لك اركب مواصلات وما تركبش تاكسي. تمام؟ ماشي يا استاذ. ماشي يلا سلام. المعلم امريكاني يعني المعلم دولار عايزهم باليورو يا هلا. كبرنا كبرنا وحبيبنا حبيبنا سيدي سيدي انا يبقى سيدي ايه؟ سيدي انا حبيبي. دوز رناندو عالمية يا ابو العيون حلوين كل على ياسمين يا ابو العيون حلوين كل على ياسمين يا معقل المجانين مجنن العقلين يا معقل المجانين بطل شغل التلاتين عليك الليله الليلانيه نفرح. بقول لك ايه؟ اللي خلف ما ماتش طبعا بت انما بولطيه جامده جدا حلوه طريه عجبت انما بولطيه جامده جدا حلوه
لخبطت لي حالي عادي ضيعت لي مالي مالي لخبطت لي حالي ضيعت لي مالي شوف لك حل يا باشا معانا احنا فينا لمكفينا ريحينا طمنينا فرحينا سقطتينا حسي بينا كلمينا يا ابو العيون حلوين حلوين تعالى يا سالك تعالى يا ابني واقف ليه؟ اقعد يا حبيبي ربنا عزك يا معلم ده مبسوط 100 فل وعشرة انت واد جدع وراجل وبيطمر فيك المعروف وتستاهل تسلم يا معلم قول لي بقى حصل معاك ايه؟ عرفوا حاجات هتزعلك يا معلم تزعل مين يا هلا؟ يا الشيبه دي يا ونطه مش قصدي يا معلم يعني بس اصلهم عرفوا صوروا لحد فين؟ صوروا القعده صوت وصور لا يا معلم صور سمعوا حاجة معرفش يا معلم بس هما كانوا دايما بيسألون يعني بس مصورينه وهو بيديك الفلاشة سألوك عن ايه يا سالك على الفلاشة مين الراجل ده البضاعة اللي اتمسكت يوم مخزن ولا كده طب قولي حد فيهم أزاك الظابط اللي اسمه عمر كل ما اشوف وشي العفاريت الزرق يتطاطط قدام عينيه لحد ما يكفيني في الارض بيضرب ضربه حرفانه من غير ما يسيب ولا علامه واحده بس انت راجل وبطل وتستاهل كل خير الاول يا سالك ايه رايك في بنت مرغت حلوه ولونه وشكلها كده معلم عليك يا واد ما تتكسفش اتروى كده وابسط نفسك ماشي يا معلم طب يلا روح كمل ليلتك معاها وما تعتلش هم امها انت حاجبها ومش هتكدرها ربنا يخليك لنا كبير تصبح على خير وانت من اهلك اللي حصل من عبد الفتاح الكومي كان بيني وبينه بس اللي انا متاكد منه ان الواد ابنه عملها فعلا واللي اعرفه طبعا بقى ان عبد الفتاح الكومي مش هيسيب ابنه كده ده هيسنده باكبر رحمين في البلد بص يا سياده اللواء المشكله اننا ما نقدرش نعمل أكتر من اللي توصل له الأدلة. تفتكر إيه الحل بقى؟ ما يتسبش. يتحط العين عليه. لأن عادل من الشخصيات اللي هي لها زلات كتير قوي. ويمكن يزهق ومش هيتأخر علينا. كده بقى المثل ينطبق عليه تماما. اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. بس ما ننساش نحطه تحت المراقبة تحت عينينا شهرين او ثلاثه وانا من خلال مراجعتي للقضيه وملف خدمته وملف في الكليه اقدر اقول لك انه مش هيتاخر خلاص على الله وعلى حضرتك هو بيحاول يبوظ اللي احنا عايزين نثبته للناس وبنكافح علشانه فعلا ويكون في معلومه بقى ان ابنه في وسطينا لكن هو من بره ودي تفرق كتير طمن يا ست اللواء وان شاء الله هتسمع سمع خير قريب قوي 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 احنا محدش فينا عايز اللي بيحصل ده خالص اكيد وربنا معاكم حبيبي
صباح الفل. مشغول ولا ايه؟ طب ما تيجي يا عم تشرب معايا فنجان قهوه. يلا مستنيك. ادخل. وصلي يا ابني على القهوه بتاعت ايمن بيه. اتفضل. صباح شريف على العسلية ابن العسلية. صباح جميل يا باشا. عامل ايه؟ عمر بيه. فل. يا اخبار اخوك خالد؟ تمام. ايه صالحته؟ صالحته الحمد لله. البيبي يحب وبيحب ايه؟ أمرايا. عشان هقعد قمرين. انا لو معايا اخوك خالد ده والله لا دلع فيه دلع يا معلم. انت بتقول فيها؟ اتفضل. ايه ده؟ تقرير الطب الشرعي بتاع صاحبك عادل. يا راجل. حمطات تقيل قوي. الجرح من 8 ل 10 ايام. واسباب الجرح اصطدام بسطح الزجاج. يا بنت الايه؟ بنت جدعه قوي على فكره. عرفت يا عمر؟ قصدك على ايه؟ طب الشرع بيقول لك بيرجح ان الجرح كان بالليل. قريتها طبعا. حلاوتك يا عدول. عدول يا فالنتينو. قول لي هتودي ده النيابه امتى والنبي؟ عايز المكان ده ينضف. الوقت فعلا هيعرنا بكره الصبح على طول. عايزين نشوف ليله سالك دي وصلت لحد فين. يا ريت يا معلم نشوف. يا صاوي صباح الفل. تعالى على مكتبي. سلام. عرفت ان الواد تلاعب والاثنين اللي معاه خرجوا؟ عرفت. بس انا مش مبسوط يا عمر. ومين سمعك؟ بس اقول لك على حاجه، انا حاسس ان الواد ده قريب قوي هيغلط غلطه تانية وهيجي يقف هنا ومش هيمشي من هنا غير على السجن. يا اخي البت الرواد دي غلبانه قوي وملطشه معاها على الاخر. مش لوحدها، كله بيرمي بلاويه على كله. لا لا، في النهايه بصراحه عمر كده اللي بيتفرم هو الغلبان. جرى يا عم جفاره مالك؟ اجبره لك. اتفضل. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا صاحبي. اتفضل. ازيك يا ايمن بيه؟ ازيك يا صاوي؟ امورني يا باشا. اخبار ملاقبه سالك ايه؟ سالك روح يا باشا. مفيش حاجه جديده حصلت عند فيلا الامريكاني؟ ولا حد دخل الفيلا ولا خرج منها غير سالك. اهم حاجه اللي بيراقبوا هناك ما يرتاحوش ثانيه. يا باشا ما تقلقش، انا تلميذك، انا بروح لهم بنفسي مرتين في اليوم، مره 6 صباحا ومره 12 بالليل. تمام. بنشوف اخره الامريكاني ده ايه. هتفك شويه كده وبعدين نرجع تاني. ايه الذهول اللي انت فيه يا صاوي؟ بيوزعك. والله العظيم بيوزعك عادي يعني. خلاص على نفسك قوي يا صاوي. بعد اذنكم يا شباب. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. بقول لك يا صاوي. قوم يا باشا. اتفضل معاك، انا عندي شغل يا عم. لا لا لا، اقعد اقعد. رايح فين؟ اقعد يمكن تتغاظ. يا عم راجل اعزب معقول خالتك زوزو. سلام بقى عسليه يا ابن العسليه. ماشي، هاجي لك على مكتبه. مستنيك. هبعت لك قهوتك على هناك. يا ريت. هاي يا عمر. وحشتيني. وانت كمان وحشتني كده. عندك مشاريع النهارده؟ لا مفيش، الا لو عرفت اشوفك. قاعده هناك لحد امتى؟ يعني لسه شويه بس لو هتيجي استناك. طب انا ساعتين كده واخلع اخدك ونروح نتغدى واوصلك وارجع لهنا تاني. ماشي. صحيح يا عمر، احنا هنعمل ايه في موضوع الولد سيد؟ سيد مين؟ عمر سيد الولد الصغير بتاع مشكلة طنط سمية. افتكرت افتكرت. يا ستي اما اشوفك نتكلم. طيب ماشي يا بابا. اوكي يلا باي. خلي بالك من نفسك. انت خلي بالك من نفسك وانا بقى زي الفل. تلاعب طلع من الاسم. امتى الكلام ده طلع؟ امتى؟ مش عارف. عرفت ازاي؟ بعت لي أمارة. أمارة؟ وصلتك إزاي الأمارة؟ لقيتها الصبح في البلكونة. استغفر الله العظيم من كل ذنب يا رب. استغفر الله العظيم. أعمل إيه يا عمتي؟ تعملي إيه في إيه يا رباب؟ الله بتزعقيلي ليه يا عمتي؟ بصراحة ما أحبش أسمع المدعوء ده ولا سيرته من نيلة بنيلة. ما هي بتعفرتني أنا كمان يا عمتي. الله خلاص
يكلمك؟ لا. رد على تليفونك. ما تردي. نمرة ما عرفهاش. ردي يا بنتي، ما حدش بيهرب من قضاء. ممكن يكون في خير. ألو؟ ألو؟ تلاعب؟ طب قولي كفارة. عايزة تلاعب؟ عايز أشوفك. إشمعنى؟ عايز أتكلم معاكي كلمتين. ما تنطق. ما أنت عارفة مليش في شغل التليفونات بيصدعني. وأنا بصراحة يا أخويا شفتك بتعفرتني. كده كده يا أختي، لو ما شفتنيش أو شفتيني هتشنجي برضه. بقولك إيه يا تلاعب؟ بقولك إيه أنت يا رباب؟ استهدي باللي خلقك وعايز أشوفك. فحددي لي ميعاد اشوفك امتى. انت بتهددني ولا انت ولا ايه؟ افهميها زي ما تفهميها يا رباب، بس زي الحزازه ما جاتلك لغايه اوضه نومك، صاحب الحزازه يقدر يجيلك لغايه عندك. فاستهدي بالله وحددي لي ميعاد. كلمني بعد يومين. تمام يا رايقه. سلام. عمر بيه. ازيك يا مسن؟ ازيك يا عمر بيه؟ عامله ايه؟ وحشتنا. لا يا شيخ، وحياة ربنا وحشتنا. يا فنانه. ايه موضوع وحياة ربنا وحشتنا ده؟ ينفع معاكي؟ ينفع تبطل طريقه؟ لا ما اقدرش. انت بقى اقول لك ايه، وحياة ربنا وحشتيني ولا اقول لك والمصحف وحشتيني؟ ولا اقول لك وحشتيني بس؟ صحيح، هنعمل ايه في موضوع سيد؟ سيد مين؟ تاني يا عمر؟ سيد الولد الصغير. افتكرته. الموضوع ده ملوش غير حل واحد. اللي هو ايه؟ الولد ده بيدخل كام لامه؟ يعني 500 600 كده. يعني لو خدت 1000 تسكت؟ طبعا تسكت. طب خلاص، محلول اهي. ماشي ماشي. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا. ثواني كده لما حاجتي. يلا باي يا بسنت. باي يا استاذة. هترجعي تاني؟ لا خلصي وقفك. طيب ماشي اوكي. هو ايه البتاع اللي انتوا كنتوا بتقولوا؟ يا عمر ايه؟ خلاص بس سؤالاتك كترت. استاذ حلو في البلد.